قتل الشاب السوري شريف الأحمد البالغ من العمر 21 عاما أمس الاثنين في منطقة بغجلار بمدينة اسطنبول. وقال محمد وهو أحد أصدقاء الشاب لموقع تلفزيون سوريا إن مجموعة مؤلفة من 6 شبان أتراك تجمعوا بجانب نافذة منزل الشاب شريف الذي يعيش مع شقيقه الأصغر والبالغ من العمر 16 عاما وأيضا أصدقائه في سكن شبابي في منطقة بغجلار بحدود الساعة 5 فجر أمس الاثنين. وأضاف أن المجموعة طرقوا نافذة المنزل وبدأوا بشتم الشبان السوريين الذين خرجوا على إثرها لملاحقتهم، ولكن لم يجدوهم. وبعد ساعة تقريبا حوالي الساعة 6 عاد 3 من أفراد المجموعة وكرروا فعلتهم بطرق النافذة وشتم السوريين، ثم خرج المغدور شريف مرة أخرى لملاحقتهم. وفور خروجه أطلق أحد أفراد المجموعة النار على فخذه اليسرى، وعندما سقط على الأرض أطلق عليه رصاصة أخرى في رأسه. وفقا لصديق الشاب الذي نوه إلى أن شريف كان يتنفس عندما جاءت سيارة الإسعاف، ولكنه فقد حياته ولم تتمكن الفرق من إنقاذ حياته.